المعلمة سترة العتر، ما ينفعش ياما نبقى سوم فسوم. اسألي السنجرية كلها، أنا أصحابي على أعلى مستوى. صرحت الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر إن سبب تفكيرها في الاعتزال يرجع إلى ما حدث معها في مسلسل العتاولة بعد أن قاموا بحذف مشاهدها في الحلقات الأخيرة دون علمها. وقالت فريدة سيف النصر في تصريحات خاصة: أنا قلت الكلمة دي في البرنامج مع الفنان إدوار، كده بالظبط قلت إن أنا اتهنت وبفكر في الاعتزال عشان أنا اتكسرت فرحتي بنجاحي في المسلسل. الكل كان بيتكلم عن دور سترة لحد النهاردة، بس مش عارفة أفرح بنجاحي بسبب اللي تعرضت ليه. وتابعت فريدة إنها كانت من المفترض أن تكون متواجدة بالحلقات الأخيرة من المسلسل، لكنها فوجئت عند ذهابها لموقع التصوير إنهم أبلغوها بشكل لا يليق إن مشاهدها انتهت. قالت: أنا يجيلي مساعد إنتاج وأنا جاي اللوكيشن عشان أصور يقول لي مفيش شغل ليكي خلاص. وقالت إنها إنسانة قبل أن تكون فنانة مثل كل الأمهات والنساء المصريات، وأكدت إنها لم تلحق الظلم بشخص من قبل، لكن لا تعلم لماذا حدث معها كل هذا الظلم وبدون سبب. مضيفة إن المخرج أحمد خالد موسى شخص طيب وجميل، وكان دايما يقول في كل مشهد لها بموقع التصوير: فريدة كلتكم، ويقوم بالتصفيق، معرفش اتغير من ناحيتي ليه. وأضافت: أنا زعلانة عشان بحبهم كلهم، أنا أول مرة أوافق أصور عمل كله برا مصر، لأني كنت حاسة إن وسط عيلتي مي كسابل جدعنة وزينة حبوبة وكل البنات، والسقا كان دايما يقول لي مفيش عمل ما اتفرجتش ليكي عليه ويمدح فيا، باسم سمرة مفيش لقاء إلا إما يجيب اسمي، كلهم حبايبي. وأكدت إن المخرج أحمد خالد موسى كان يجعلها تكتب بعض المشاهد معه ويساعدها به، وكان في كيمياء بينهم، قائلة: أنا اتحسدت علاقتي بالمخرج أحمد خالد موسى. وقالت فريدة سيف النصر: أنا عندي تاريخ كبير، أنيس منصور كتب عني مقال بعنوان مولد نجمة، لكن عمري ما تعاملت بالمنطق ده، أنا محسودة من ساعة المسلسل وكل شوية أتعب، أنا اشتغلت مع نجوم كبار وطول عمري حبيبة الكل، لكن ليه يحصل معايا كده ويحذفوا مشاهدي والمعاملة تتغير، وأنا كمان مش موجودة بالجزء التاني زي ما اتقال في البرنامج مع عمرو أديب لما قال انتظروا المفاجأة، المفاجأة إنهم شالوني خالص. واختتمت الفنانة فريدة سيف النصر حديثها بالقول: قلت إن أنا بفكر في الاعتزال لما حسيت بالإهانة الفني والحب للناس ولعدم تقديري أنا وموهبتي، لكن أنا ما اعتزلتش الفن، بس لو ما تقدرتش يبقى الاعتزال أفضل.